أهلا وسهلا فيكم، وسعداء إنه أجلس بنتقابل. يمكن هذه التعديل عن المرة اللي فاتت، يعني التعليم الإلكتروني اللي فات. حاجتين المرة هاي موجودة، واحدة منهم اللي هي إحنا اللقاء الأسبوعي هذا، الطلاب مع مدرسين، والحاجة الثانية إنه المدرس حيحط لكم أوفيس أورز، هدول موجود فيهن أقل إشي على المودل، ممكن يشبك مع أي حاجة لو احتاج الأمر، بس حيكون قاعد على المودل عندكم. لو في أي استفسارات أي إشي يجاوبكم، يعني بتعرف كلكم على التشات تبع المودل. التشات تبع المودل هذا هو طريقة حوار بناء وبتوثق الشغل وبتجاوب عليها. الآن لو في أي استفسار أي حاجة بتحطها هناك، المدرس حيحط لكم على المودل جدول المحاضرات تبعاته، أو خلينا نقول جدوله الأسبوعي، عشان برضو تعرفوا لو هو عنده محاضرة تانية ما حدش يبعث ويقول حيتوقعه يكون موجود، لأنه بيكون شغال مع التانيين، والأوفيس أورز تبعينه. فهذه على واجهة المساق عندكم، المفروض كل مدرس يبدأ يحطهم في هذا المجال. انا احط لكم اياه ان شاء الله الاسبوع هذا. انا تقريبا الجدول ثبت ايش اللي بدنا نعمله، فاحط الجدول واقول هاي الجدول تبعنا ان شاء الله، وهو شبيه يعني بالجدول اللي انتم اخذتوه. الان بشكل عام احنا ايش بنعمل في الديجيتال كنترول؟ في الديجيتال كنترول، في الانالوج كنترول الدنيا سهلة، كل اشي بنفس الشغلة. يعني زي احنا الحين عرب نتكلم مع بعض في ايش؟ نفس اللغة، بنفهم مع بعض، مظبوط؟ تصور لو قاعد الحين عندنا واحد أجنبي، خلينا نقول روسي، وقاعد بتفرج معنا، حيفهم علينا شيء؟ واضح إنه مش حيفهم شيء، فبده مترجم. الآن عالم الديجيتال وعالم الأنالوج مشابه لهاي، يعني الديجيتال مع الأنالوج بده مترجم في الطريق. الآن إيش المترجم هذا؟ بنسميه الانترفيس اللي شفتوه في أول المحاضرات. الانترفيس هذا عندنا ديجيتال تو أنالوج كونفرتر وأنالوج تو ديجيتال كونفرتر، هدول اللي بنحكي عنهم. طيب الآن إحنا إذا في عندنا مترجم، بدنا نفهم هذا المترجم كيف بيشتغل. المترجم هذا بيشتغل بطريقة بسيطة. الآن لو أنا بدي أحول من أنالوج لديجيتال، هو بيعمل لي حاجتين. ايش هما الحاجتين؟ الحاجة الأولى بقطع لي الإشارة بتبقى continuous، يعني متواصلة، بقطع لي إياها، بصير ايش بدي؟ at certain time، يعني خلينا نقول لو كل ثانية بدي أسويها، معناته الثانية على واحد ثانية حيعطيني قراءة. الآن في النص هذا بلزموش، عند ثانية اثنين بالضبط حيعطيني قراءة ثانية، ثلاثة قراءة، رابعة قراءة. الآن بصير القراءات متوفرة بس عندنا على راس الثانية، يعني وقت ما تحصل هذه الثانية. الآن في النص هذا صارت منطقة ما بعرفش ايش فيها السيجنال بتسوي. فهو هذا بنسميها عملية الايش؟ السامبلينج. هو عمل سامبلينج، يعني قطعها لجزئيات جزئيات، اعطاني قراءات. الان القراءات هذه القيم تبعتها هي ما زالت قيم، يعني كسور ارقام. الان هذه بدي احولها لديجيتال كود، فالديجيتال تحويلها من ارقام لديجيتال كود هذه بنسميها كوانتايزيشن انكودنج. طيب الكوانتايزيشن ايش بيسوي؟ انا مثلا بدي كام بت، مثلا بدي 3 بيتس، معناته هذا 8 مستويات، 2 اس 3 8. بدي 7 بيتس بدي احط 2 اس 7، بدي 8 بيت 2 اس 8، بدي 10 بيت 2 اس 10 اللي هي 1024، وهكذا. الان هذه عدد المستويات، فانا بقسم الرينج اللي عندي، يعني مثلا لو الرينج من 0 ل 10 فولت، ال 0 ل 10 فولت حسب المستويات اللي عندي. يعني لو انا بدي ثلاث مستويات، معناته من 0 ل 10 بدي اقسمهن الى 8 مستويات، يعني كل مسافة بدها تاخذ قديش؟ بدها اقسم 10 على 8، يعني واحد وربع. يعني القيمة عندي كل واحد وربع بدي تاخذ قيمة. يعني لو القيمة اجت من 0 لواحد وربع، بدها لو كانت اقرب، هذا طبعا اللوجيك اللي انت حتشتغل لها، لو كانت مثلا بعد النص حتروح عند الواحد.
لو كانت أقل من نص المسافة حتروح على الصفر، يعني مثلها بثلث أصفار أو مثلها 0.01 وهكذا للرينج اللي عندي. طبعا هذه بتعمل لنا ايرور، لأنه بنسميها هذه الكوانتايزيشن ايرور. هذا الايرور زي ما بتشوفه في عالم الديجيتال أو عالم الديسكريت، في عندي حاجة بسميها الابروكسيميشن ايرور. الابروكسيميشن ايرور هذا يعني بيجي وموجود عنده، فعشان هيك الاكيورسي تبعتنا مش عاليه كثير، لانه انا باخذ تقدير لايش الموديل اللي عندي. هذا جزئيه الانالوج لديجيتال، فهي في عندي سامبل كوانتايزيشن كودينج. الان لما بدي اروح على الشقه الثانيه، الانترفيس الثاني اللي هو من ديجيتال لانالوج، الاشاره عندي ديجيتال كود، بدي احولها لاشاره كونتينوس. فهذه عندي حاجتين بتحصل، اولا دي كودينج، بعيد هذه من كود بحولها لرقم، من ديجيتال كود بحولها لديسمال نمبر، والديسمال نمبر هذا الان الاشارات عندي هي ديسكريت هيك صايره، فانا بدي اوصلها. طريقه التوصيل هاي بنسميها الهولد سيركت. فالهولد هذه ايش بتحول لي اياها؟ بتحولها لكونتينوس سيجنال. الهولد هذا اشهر نوع عندي اللي احنا بنستخدمه في الكتاب، والابسط واحد بنسميه الزيرو اوردر هولد. يعني الزيرو اوردر هولد معادله، المعادله الجبريه اللي احنا بنستخدمها للابروكسيميشن هذا هي من الدرجه صفر، عشان هيك بنسميه زيرو اوردر هولد. طبعا في فيرست اوردر وسكند اوردر. ايش الزيرو اوردر؟ بتقول لي انا الاشاره لو اي رقمها مثلا 5.1 بتضلها ثابته عندي لحديت السامبل الجايه، فهي بصير ايش انها ثابته بتوين لها. الان فيرست اوردر بتعطيني سلوب، السكند اوردر بتعطيني كيرف، الثيرد اوردر بتعطيني برابل، وهكذا الكومبليكيشن بتزيد. فالبالانوميال هذه هل هي درجه 0، درجه 1، درجه 2؟ بس ابسط الانواع اللي هي الزيرو اوردر هولد، وهذا اللي احنا بنستخدمه على طول، عشان هيك هذا مشهور. هذا الان على البلان تبعي دائما كونتينوس، الكنترولر تبعي عباره عن ديسكريت او ديجيتال. الديجيتال اللي بنتكلم عليه، ايش الفرق بين الديسكريت والديجيتال؟ الديسكريت اللي هو حولته لسامبلز، يعني هو بيعطيني قيم ات سامبلينج انستنت. الديجيتال بحوله لكود. الان في الكنترولر، كنترولر عندي في حاجتين بدك تعرفهم قبل ما نتكلم عليه. هو عباره عن ديجيتال كنترولر. طب الديجيتال كنترولر كيف بعمله ريبريزنتيشن؟ كلكم بتعرف الترانسفر فانكشن للبلانت او الديفرنشال ايكويجن. الان اي سيستم او اي بلانت كنا بنعمل له موديلنج، بخلينا نقول حاجتين، في التايم دومين في الفريكوانسي دومين. في التايم دومين كنا نعمل له ريبريزنتيشن از ديفرنشال ايكويجن، في الفريكوانسي دومين از ترانسفر فانكشن. والترانسفر فانكشن كنا نحطها على شكل نوميريتر ودينومينيتر، وكنا نشتغل باللابلاس دومين او بالاس دومين عندي. الان هذه كنا احيانا نروح للبلوك دايجرام، واحيانا نروح للسيجنال فلو جراف، واحيانا نروح للستيت سبيس موديلنج، اللي هي الستيت سبيس موديلنج اللي هي لو عندي انت اوردر، يعني فيفث، خلينا نقول فيفث اوردر ديفرنشال ايكويجن، بمثلها بخمسه فيرست اوردر ديفرنشال ايكويجن، هاي الستيت سبيس موديل. فهذا العلاقه اللي بنحكيها. الان في عالم الديجيتال في عندي حاجه مرادفه للديفرنشال ايكويجن، ايش بنسميها؟ الديفرنس ايكويجن. طب ايش الفرق بين الديفرنشال ايكويجن والديفرنس ايكويجن؟ الديفرنشال ايكويجن كنا بنمثل بالدريفيتيف، الان هذا بنمثلها الفرق بالديلي. يعني السيجنال جايه الحين هان بعملها ديلي، هاي صارت ديفرنس. الان الديلي في عالم الزي ترانسفورم، احنا قلنا هناك بنتكلم على الاس دومين، في الاس دومين يعني الدريفيتيف كنا بنمثلها بالاس. طيب هنا المرادف لها بنمثلها بايش؟ بزي انفيرس او واحد على زي، اللي هي اللي عندي الديفرنس ايكويجن. او بالاحرى بنمثلها بزي، مش واحد على بالزي بنمثلها، وهناك بنمثلها بالايش؟ بالاس. طيب الزي هي 1 يونت يعني ادفانس،
الواحد على زي او الزي تو ذا ماينس واحد، هذه بسميها 1 يونت ديلي. الان عاده في الحياه بتتذكروا انتم في حاجه في كنا بنتكلم عليها انتي سبيرتوري وانتي سبيرتوري او كاجوال ونون كاجوال، كويس. الان هذا لما كنا بنتكلم فيها بنتكلم على هل السيستم هذا بتحقق في الواقع او بنقدر نعمله رياليزيشن او امبلمنتيشن على ارض الواقع. الان ابسط عباره بنتكلم فيها، طالما احنا بنتكلم على ديفرنس ايكويشن، الديفرنس ايكويشن تعتمد ايش هي؟ عباره عن العلاقه بين الانبوت والاوتبوت، هيك كانت الديفرنشال ايكويشن. فالديفرنس ايكويشن العلاقه بين الانبوت والاوتبوت، اذا الاوتبوت في الوضع الحالي بيعتمد على previous current input يعني الانبوت في الوقت الحالي والقيم السابقة المخزنة، والقيم السابقة المخزنة للاوتبوت معناته السيستم هذا realizable، انا بقدر اطبقه على ارض الواقع. اذا بيعتمد على future input او future output، انا ما عنديش الـ future اللي هي القيم المستقبلية، انا عندي القيم الايش؟ الحالية والقيم السابقة، معناته هذا بقدرش اطبقه unrealizable أو هذا non-casual system اللي بنتكلم عليه. وضحت الصورة هنا إيش بنقصد؟ إحنا لحتى الآن نقصد في الصورة العامة بشكل عام، يعني هاي السيستم تبعي اللي بتكلم عليه. ففي عالم الديجيتال إحنا بنمثل الكنترولر عندي يا بديفرنس إيكويجن يا ترانسفر فانكشن في الزي دومين. الآن من الشغلات اللي حتلاحظ فيها إشكالية بتحصل عندنا في عالم الاستابيليتي. طيب السؤال اللي بنسأله، لو السيستم ستيبل عندي في الكونتينوس، هل هو ستيبل في الديسكريت؟ الجواب مش بالضرورة. يمكن احنا في الشرح اللي شرحته هناك قلت لنا في ثلاث طرق استخدمناها للابروكسيميشن مشهورة، هاد ايش هما؟ قلنا الفورورد ابروكسيميشن والباكورد ابروكسيميشن والحاجة الثانية ترابيزويدال، ثلاثة الطرق المشهورة. طيب الفورورد ايش معناته؟ معناته انا لما بدي احسب القيمه تبعت الاوتبوت تبعي بتتذكر او بدي القيمه تحت الكيرف، تتذكروها اللي شفتوا الكيرف اللي هي، كنت اخذ الكورنت ويعني القيمه at the previous value وبعدين اضيف لها مساحه المربع الجديد، هذه بالباكورد. الفورورد كنت اخذ ايش؟ القيمه الحاليه واضيف لها المربع اللي بعده، فهذه فورورد. الترابيزويدال كنت اخذ القيمه واخذ ايش؟ مساحه شبه المنحرف مش مساحه الريكتانجل اللي هي المستطيل اللي عندي. فهذه الثلاث طرق. الان كل طريقه لها ميزه ولها عيب. الان الفورورد ابروكسيميشن لو السيستم عندي ستيبل في الكونتينوس مش ضروري يكون ستيبل في الديسكريت، يعني هذا عيبها، بس هي ابسط واحده في التطبيق. الان الباكورد لو السيستم ستيبل في الكونتينوس فهو ستيبل في الديسكريت، بس في مشكله تعرفوا انتوا السيستم از ستيبل لو كل البولز تبعه موجوده في الليفت هاف بلين. الان هذا في عالم الايش؟ الكونتينوس. في عالم الديسكريت هذا اللي بحكيها معلومات عامه والمفروض عارفينها، يعني كل اللي بحكيه ديفرنس ايكويشن ديفرنس يعني بعيد عليها انا، بس بقول لك ايش مرادفها في عالم الديسكريت. يعني اللي موصل عندنا هنا ما بعرفش السيستم از ستيبل انه لازم تكون كل البولز تبعاته في الليفت هاف بلينز، معناته في عنده مشكله في هذه الشغله. لما اتكلم انه الكونتينوس بلانت الريبرزنتيشن تبعته، يعني لو بدي احط الموديل تبعه بده يكون على شكل ديفرنشال ايكويشن او ترانسفر فانكشن، في عنده مشكله اذا مش عارف هذه المعلومه. فانا قاعد بقول لك هذه معلومات الاصل انها تكون عندكم شكلها واضح. طيب هنا في زي ما حكينا في عالم الديجيتال بتصير عندي ديفرنس ايكويشن للكنترولر الريبرزنتيشن او لاي سيستم بمثله على شكل ديفرنس ايكويشن او ترانسفر فانكشن بس in the Z domain. الاستابيليتي الليفت هاف بلين هو عبارة عن المنطقة الاستيبل في الكونتينوس، في الديسكريت بنسميه اليونت سيركل، يعني دائرة نص القطر تبعها واحد، فنص القطر تبعها واحد معناته لو البولز هذه جاية انسايد هذه الدائرة اللي نص القطر تبعها واحد معناته السيستم هذا ستيبل، لو طلع ان البولز تبعاتها
برا هذه المنطقة الدائرة معناته إيش؟ unstable. هاي تعريف هذه النقطة برضو على الجنب، هذه من المعلومات العامة اللي الكل بده يعرف إيش بصير فيها. كويس، هذا بشكل عام اللي حكيناه في الجزء الأول، يعني أول 3 فيديوهات. إذا حدا له أي استفسار عليهم إحنا جاهزين. إيش يا محمد؟ تمام يا دكتور، انا عرفت انه انتروداكشن خلص بقى ارتاح. بس وضحت الصورة ايش اللي بدنا اياه تعرف. فهمت عليك. يعني هذه معلومات الاصل، يعني انت بتبقى فاهمها في عالم الكونتينيوس، وهي المرادف لها في عالم الايش؟ الديسكريت او الديجيتال. كويس؟ تمام. الان يعني الاسامي اللي بنقولها عن السيستمز اللي زيك حتسمعوها بشكل كبير، وفي الكتب حتلاقيها موجودة: ديجيتال كنترول أو ديجيتال سيستم، ديسكريت كنترول، ديسكريت سيستم، كمبيوتر كنترول سيستم، سامبل داتا سيستم، برضو هايبريد سيستم. هذول كلها هي تنطلق الأسامي على السيستم اللي فيه جزئيات كونتينيوس وجزئيات ديسكريت. أو هذه موجودة. الآن طبيعة الإشارات، وهذه مفروض تعرفها ومهمة، إيش هي؟ وين الإشارة بتبقى continuous وين الإشارة بتبقى discrete؟ يعني البلانت الانبوت تبعه والاوتبوت تبعه لازم يكونوا إيش؟ continuous. الآن بضلني ماشي معهم، طالما فيش عندي digital to analog converter أو analog to digital converter مش حيتغير إشي على هذه الإشارات. الآن الكنترولر تبعي المدخل تبعه ديجيتال والمخرج تبعه ديجيتال، هذا لازم تعرفه. الآن الفرق، الآن مدخل الديجيتال تو أنالوج بيبقى ديجيتال والمخرج بيبقى إيش؟ كونتينيوس. الآن الأنالوج لديجيتال المدخل كونتينيوس والمخرج تبعه إيش؟ ديجيتال. هذول معلومات يعني بتشوفها حتسويها، ويمكن التشابتر اللي عندنا 3 و4 و5 ندخل في هذه التفاصيل وكيف نحول وش نعمل. وهذه احيانا كونفيوج، يعني بتعمل لك كونفيوجن. ليش؟ لانه بتلخمك، لانه في فكر وراها مش طريقه عشوائيه. احنا بنعلمك الطريقه الصح وبعدها بنقول لك اشتغل عليها وما تاخذ الشورت كات، لانه فيها هذه ممكن تضيع ويطلع عندك كل الماضي اللي انت حصلت عليه غلط. وهذه من احدى الشغلات اللي بفحصكم فيها في الكويزات اللي بتحصل. كويس هيك؟ طيب هيك بنبقى في الانترودكشن بشكل عام، عملنا اللي بدنا اياه. الان لما بدنا نيجي نتطلع على، خلينا احط لكم الجزئيه اللي بدنا نشوفها. وهذا اللي شفتوه، هاي شايفين الشاشة الحين؟ الشاشة عندكم باينة؟ حدا يرد؟ لا 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 يا دكتور، أنا عملت شيرنج للسكرين، المفروض تطلع عندك. طيب نطلع عليها. الحين ايش مبين عندك؟ زبطت، لقيت زبط شير سكرين للجوجل ميت اللي انت فتحته. طيب الحين هاي الحين شفتوا قدامكم؟ بينت النقطة. طيب الان اللي بنتكلم عليه هذا اللي شرحناه هناك، شايفين هذا الجزء؟ هذا السيستم تبعنا، هنا الإشارة عند الانبوت كونتينيوس وعند الاوتبوت كونتينيوس والسنسر هذا كونتينيوس، هاي الديجيتال تو انالوج، هنا الإشارة ديجيتال، هنا الإشارة ايش؟ كونتينيوس.
هنا الإشارة، هاي الانبوت تبع الديجيتال كنترولر، هنا ديجيتال، هنا الإشارة عند الايرور كونتينيوس. هذه الشغلات مفروض تعرفوهم. الآن اللي احنا بنحكيه، طيب كيف بدي أصل لشغلة هاد؟ عادة لما بتطلع هذا المساحة تحت الكيرف عادة بتساوي الانتجرال من 0 ل t e of t dt. هذه المساحة تحت الكيرف اللي بنحكي عنها هاد، اللي سميناها هنا u x of t. هذه طب في عالم الديجيتال هذه لو بدي اعملها ابروكسيميشن ايش بدي اسوي؟ بدي اخذ المساحة السابقة واضيف لها مساحة ايش؟ المستطيل هنا، المساحة السابقة اللي هان واضيف لها المستطيل هان، المساحة السابقة واضيف لها المستطيل هان. الآن لما أنا أخذ القيمة اللي عندي الحالية وأتكلم عن قيم سابقة هان، الخطوة اللي أخذتها سابقا هذه بسميها backward approximation، لأن أنا تعاملت مع القيمة السابقة اللي عندي وضفت لها مساحة المربع، ما تعاملتش مع القيمة الحالية وضفت لها القيمة الجاية. فهذه مساحة المربع. الآن ترابيزويدال بدل ما ناخذ مستطيل تبقى باخذ خط من هذه النقطة لهذه النقطة، أو بشكل أوضح من هان لهان، بصير عندي هذه شكلها شبه منحرف، فأنا بجيب مساحة شبه المنحرف وبضيفها بدل مساحة الإيش؟ المستطيل، لأنه مساحة المستطيل إيش حتعمل لي؟ حتعمل لي شوية إيرور هنا. الآن في على الرسمة هاي شبه المنحرف الايرور بيبقى ايش؟ حجمه اقل. الان لو انا بدي اعمل باستخدام الفورورد ابروكسيميشن، بدل ما اخذ القيمه من هان وارجع فيها، باخذ القيمه من هان وبقدم فيها، القيمه من هان وبقدم فيها، القيمه من هان وبقدم، فبصير الايرور بيختلف. فعشان هيك هذه بتعطينا هاي من الشغلات المهمه في عالم الديسكريت. شايفين هذه الستيب تايم هذه مهمه جدا. ليش مهمة؟ لأنه لما أنا بتكلم على كل ما صغرت في الستيب، كل ما صار الابروكسيميشن عندي يعني بيبقى ايش؟ أدق في هذا المجال. فكل ما عملت الابروكسيميشن بيبقى ايش؟ ادق. هذه مالها. طيب الان هذا اللي عندي الشكل الموجود هنا لما نعمل له ابروكسيميشن، هذه الجنرال فيرست اوردر ديفرنس ايكويشن. ايش بنلاحظ؟ الاوتبوت هنا اعتمد على قيمه سابقه من الاوتبوت والقيمه الحاليه للانبوت والقيمه السابقه من الانبوت. يعني انا عباره لو كتبت برنامج اللي هي بروجرام عندي، يعني بقدر احصل عليها، بقول مثلا اكس اي بدها تساوي اي اي بلس اي اي ماينس واحد، اللي هي مضروب طبعا الكوفيشنت بضربه فيه، ماينس اي زيرو في الاكس اي ماينس واحد، وعندي اي بتساوي مثلا ببدا من واحد وبعمل انيشاليزيشن الاكس اوف ماينس واحد ايش بدها تساوي، والاي ماينس واحد ايش بتساوي، وهكذا. فانا هذه بشكل عام الجنرال فيرست اوردر ديفرنس ايكويجن. هذا اللي عندي الان الانت اوردر ديفرنس ايكويجن، صرت اتكلم عن ايش؟ عن الكي اكس اوف كي، وهنا بديت من اكس اوف كي لحديت ما اوصلت اكس اوف كي ماينس ان، وهنا اي اوف كي ماينس ان، يعني كل هذه قيم حاليه والباقي كله قيم ايش؟ سابقه. الان احنا تكلمنا في عالم الديجيتال الكونتينوس، هاي شكل الترانسفر فانكشن. الترانسفر فانكشن عندي نوموريتر على دينومينيتر، وعاده الاوردر تبع النوموريتر هذه معلومه عامه لازم تعرفها. في الكونتينوس عالم الكونتينوس النوموريتر الاوردر تبعه لازم بيساوي او اقل من الاوردر تبع مين؟ الدينومينيتر. يعني لو كان الاوردر تبع النوموريتر اللي هان اعلى من الاوردر تبع الدينومينيتر، السيستم عندك هذا not real، مش واقعي، هذا unrealizable، يعني انت بتقدرش تبنيه، هاي معناته. ف
فهذا معناته سيستم خطأ، لأنه إيش معناته؟ الأوتبوت صار عندي بيعتمد على فيوتشر إنبوت، وهذا يعني الفيوتشر زي القيم المستقبلية مش عندي، فعشان هيك هاي المشكلة في هذا. وعادة الترانسفر فانكشن برضو هذه معلومة عامة لازم تعرفها، إيش بتعطيني؟ العلاقة بين الأوتبوت والإنبوت أندر، مهمة هذه، أندر زيرو إنيشال كونديشن، هذه مهمة تعرفها، زيرو إنيشال كونديشن، هاي في أي عالم بنتكلم عليه زيرو إنيشال كونديشن الترانسفر فانكشن. طيب النيو ترانسفور فور ديسكريت تايم سيستم، اللي انا بدي اروح زي ما حكيت بدي استخدم الايش؟ الزي ترانسفور. طب الزي الاي اوف زي از ديفايند از ا باور سيريز ان زي تو ذا ماينس كي، يعني هي انا باجي عند الاشاره وبهب. طب الاي اوف زي هي عباره عن ايش؟ هي الزي ترانسفورم لسيكونس، السيكونس عندي اي اوف كي، يعني باخذ اي اوف 0 اي اوف 1 اي اوف 2 اي اوف 3 اي اوف 4 وهكذا. الان كيف بعملها ريبريزنتيشن؟ بمثل اول واحدة هذه بسميها الدي سي فاليو، اول اللي هي في زيرو، بمثلها هان الباور تبعت زي قديش؟ زيرو. الان الاي اوف واحد بحط زي تو ذا ماينس واحد، يعني هذا صار لها ديلي 1 سامبلينج تايم، هذا اللي بعدها صار لها ديلي 2 سامبلينج تايم، اللي بعدها 3 سامبلينج تايم، 4 سامبلينج تايم. فهذه بسميها، هاي تعريف الاي اوف زي تساوي زي ترانسفورم للسيكونس عندي اللي هي E of Z اللي أنا حكيت عنه الحين. هذا النوتيفيكيشن بدنا نغير. طب ما احنا عملنا لك هايد، اسكت. طيب نرجع تاني، اللي بنحكي فيه خلينا نرجع نشوف هذا ايش مطلع لنا الاشارة. طيب هاد هاي واسكت. دكتور ابو بقول لك يو ريبريزنتنج من باب حماية الخصوصية، انه يقول ينبهك انه انت على اللايف مبين اللي بتعمله على ال، طب انا عارف بس هذا بدي اوقف النوتيفيكيشن هذول. تقدر توقف، تقدر تعمل انه ما يجيكش اشعارات، شايف النقطة البيضاء في الزاوية اليمين هذه؟ لاش عليها. طيب بعديها اعمل على اكسباند، كلمة اكسباند هتلاقي شكل زي القمر، ادعس على اللي هو فوكس اسيست، ادعس على اي اون بايوريتي، المفروض المفروض ما يظهرش ولا اشعارات، لو ظهر بتدعس عليه كمان مره بتخفي. طيب كل اشعارات تماما. طيب احنا نرجع تاني، هاي الان احنا اللي بنطلع عليه بعد هيك اللي هي هذه، هاي اي اوف زي اي اوف كي، لو بدي اجيب اي اوف كي كيف بدي اجيبها؟ يعني هذه يعني حولتها للفريكونسي دومين، هذا بدي ارجعها تاني لايش؟ للتايم دومين. تتذكر انتم بالفورير سيريس هذه كنا نعملها. طيب وين رحنا في هذا؟ مش شغال عندكم؟ طيب هو في تعليقة بس مش عارف ايش هي، نستنى فيها ونكمل لحد ما نحل ايش التعليقة.
فلما بدي اجيب الاي اوف كي، الاي كي بدي اعمل الزي الانفرس زي ترانسفورم للاي اوف زي، الانفرس زي ترانسفورم للاي اوف زي بدها تساوي 1 على 2 باي جي، والجي هذه عباره عن السكوير روت اوف ماينس 1، يعني الايماجينري عندي هاي انتجرال تحت الاريا، الاريا اللي عندي في اي اوف زي في زي كي ماينس 1 دي زي امبير. شو هالصوت على الصبح يا ما ايش فيه؟ ايش فيه؟ في محاضرة. اعمل ميوت للميكروفون. طيب هذه البير، هذا بنسميه البير اوف ذا زي ترانسفورم، يعني هذا الزي ترانسفورم وهي الانفرس للزي ترانسفورم. الان عاده بنختصرها الاندسي، يعني الزي ترانسفورم انديكيت الزي ترانسفورم، والزي انفرس زي ما حكينا الانفرس للزي ترانسفورم، وهي تعريف الاي اوف زي بدها تساوي السميشن من كي بتساوي زيرو لانفينيتي، هذا كلوز فورم يعني اي اوف كي زي ماينس كي، وبنعوض بدل منها من زيرو لانفينيتي. هذا اللي بنشوفه بنسميها وان سايدد زي ترانسفورم. احنا في الكتاب تبعنا بنتعامل مع one sided z transform، ان شاء الله منكم اللي بكملوا بتعاملوا مع double sided اللي هي كي بتصير الرينج تبعها من minus infinity ل infinity، بس احنا في الكتاب هاي اللي بنتعامل معه. الان هنا حطينا example، بعرفش طلعتوا عليه هذا اكيد الاكزامبل الموجود. فالاكزامبل الموجود هذا طلعت عليه، هذا الفكره فيها، هاي عندي الاي اوف زي معرفه، فانا لو بدي اعرف القيم السيكونس تبعتي، هذا بيعطيني اي اوف 0، هذا بيعطيني اي اوف 1، هذه بعد نيجاتيف بيعطيني اي اوف 2. تعرفوا هنا شايفين اي اوف 3 زي ماينس 3 هذا مفقوده، فهنا بيعطيني ايش؟ صفر اللي هي اي اوف 3. هذا المفروض الاربعه تبقى بالماينس، بس هذا سقط سهوا، فهذا بتعطيني الكوفيشن تبعتها 1 اي اوف 4 وهكذا. الان في عندي ايدنتيتي في الرياضيات، ايش بتقول؟ 1 على 1 ماينس اكس بتساوي ايش؟ يعني السيكونس اللي عندي هان 1 بلس اكس بلس اكس سكوير بلس اكس كيوب بتساوي ايش؟ 1 على 1 ماينس اكس، بس الشرط تبقى ايش؟ قيمه اكس الابسوليوت فاليو تبعها تبقى اقل من 1. دكتور وقف السكرين بريزنتنج. طيب هاي السكرين بريزنتنج خلينا نوقفها. في حد وقفت البرزنتيشن؟ هو وقف وانت بتحكي اصلا، ما كانش باين، كان باين بس صورتك. طيب الحين بنراجعه تاني. هذا اللي بنتكلم عنها الايدنتيتي، شايفينها؟ واضحة؟ حدا يجاوب. تمام زهرت. ايوه، فهذا الايدنتيتي هذه لو عندي يعني بالانومي على هذا الشكل، هذه بتساوي ايش؟ 1 على 1 ماينس اكس، بس الشرط الفاريبل اللي عندي الاكس هذا يبقى ايش؟ الابسوليوت فاليو تبعتها قيمتها اقل من ايش؟ من 1. هذا الشرط اللي احنا عندنا موجود. الان نفس، فلو هذه عندي بهذه الطريقه معناته ايش؟ معناته انا بقدر استخدم هذه الخاصية. الان عندي بقول لي عندي سيكونس التالي، اي اوف كي بدها تساوي 1، يعني اي اوف 1 اي اوف 0 بدها تساوي 1، اي اوف 1 بتساوي 1، اي اوف 2 بتساوي 1، اي اوف 3 بتساوي 1 وهكذا، يعني هذا لكل كي اكبر او بتساوي 1، يعني كل ما بحط
قيمه لكيب بتزيد عندي. الان الديفينيشن تبعي باي ديفينيشن اي اوف زي ايش بدها تساوي؟ بدها اعمل نفس السيكونس الموجود تاعي، يعني هذا 1 بلس زي تو ذا ماينس 1 بلس زي تو ذا ماينس 2 وهكذا. الان هذا لما يقول اي اوف كي بتساوي 1 هي عباره عن ايش؟ الستيب انبوت اذا انتم بتتذكروها مظبوط. هذه عباره عن الستيب انبوت. طب الستيب انبوت عندي ايش بدها تساوي؟ هذه بدها تساوي 1 على 1 ماينس زي انفرس اللي بتساوي زي على زي ماينس 1. وهذه اذا بتلاحظوا في الزي ترانسفورم اللي هي ايش؟ المكافئه للستيب انبوت. في الكونتينوس كانت هذه بتساوي 1 على ايش؟ على اس اذا بتتذكروا. فهي 1 على اس بتعادل زي على زي ماينس 1، بس الشرط ايش؟ الزي تو ذا ماينس 1 اقل من 1 او الزي بدها تكون اقل من 1. هذه يعني الابسولوت فاليو اقل من 1 يعني السيستم از ستيبل. هذا الشرط تبعنا اللي حكينا. الان هذا ماتلاب كود لو انت جربته حيعطيك القيم اللي احنا اللي شفتها قبل شويه، وهذا موجود في التكست بوك الموجود عندكم. الان لو كانت عندي الانبوت اي تو ذا كي مش ستيب، هي عباره عن كومبلكس اللي هي اي تو ذا ماينس اي كي تي، فاحنا فايندها، فانا بعوض عنها. هذه ايش بدها تساوي؟ نفس الخطوه اللي عملتها قبل شويه، والشرط عندي ايش؟ تبقى هذه الان بعوض عليها، بلاقي هذا 1 زائد بغض النظر ايش الموجود عندي الان، هنا اس باور 0 اس باور 1 اس باور 2 اس باور 3 وهكذا. هذا تساوي 1 ماينس ايش القيمه الموجوده عندي هان، وهنا بنظفها بضرب النوميريتر والدينومينيتر بزي، بتصير عندي الشكل هذا الموجود عندي اللي هي هذا كانت بتساوي الايش اللي عندي البول تبعي للسيستم. وهنا الشرط ايش عندي؟ البول تبع هذا الموجود يكون اقل من ايش؟ من 1. نفس الحكي اللي حكينا عنه. طيب الزي ترانسفورم لها بروبرتي، ايش الغرض من البروبرتي؟ مش كل شيء موجود في التيبلز، فاحيانا بعض الشغلات بدي اعملها بدي استخدم هذه البروبرتيز لاجيب الزي ترانسفورم. وانا عندكم يعني بشكل عام نحكيها في اي امتحان اي كويز اي حاجه، بقول لك دائما خلي جداول الزي ترانسفورم في شنتك معك على طول. ليش؟ عشان تستخدمهن في هاي، فانت مسموح لك تدخيل جداول الزي ترانسفورم على طول وين ما في اي مكان. فهذه دائما صورهن وحطهن معك من الكتاب، حطهن معك. ايش خاصيه الاديشن والسبتراكشن؟ لو انا بدي اعمل زي ترانسفورم لحاجتين مجموعات لبعض ايش بتساوي؟ بتساوي الزي ترانسفورم للاولى زائد الزي ترانسفورم للثانيه. الان ملتبليكيشن باي كونستانت، الزي ترانسفورم للاي في اي اوف كي بدها تساوي الابسولوت فاليو للاي في الاي اوف زي. يعني هذول التنتين بمثلن خاصيه الايش؟ اللينياريتي. ايش اللينياريتي بنحكي عنها؟ وهذه معلومه عامه يعني الاصل فيكم وصلتوا هنا عارفينها، اللي هي الاديشن والمالتيبليكيشن باي كونستانت. اذا هذول تحققن معناته السيستم بقدر اقول عنه هنا ايش؟ لينير. الريال ترانسفورميشن لو عندي زي ترانسفورم للاي اوف كي ماينس ان في اليو اوف كي ماينس ان، يعني هذا الديلي عندي ايش بيساوي؟ حجم الديلي هان بيساوي زي تو ذا ماينس 1 اي اوف زي اللي عندي. هان الديلي اللي لاحظته حاجه واحده ايش هو؟ هو عباره عن انتجر فاليو. شايف عندي؟ طب لما يكون الديلي انتجر فاليو قديش الانتجر فاليو؟ بحط زي تو ذا ماينس ان، يعني هذا بعد اربع خطوات خمس خطوات، يعني هذا اللي بنتكلم عنه حسب الان الموجوده 3 2 حسب قيمه ان، يعني هذا صار ديلي هالقد ستيب لورا. كويس. الان لو كان فراكشن في حاجه حتدخل علينا، يعني هذا مش انتجر قيمه انتجر، هذا قيمه انتجر وفراكشن او في فراكشن، حاجه بنسميها وبنغطيها اتوقع في شابتر 4 بنسميها المودفايد زي ترانسفورم، ندخل على حاجه ثانيه في هذا المجال. طيب هنا لو كانت عندي يعني الريل ترانسليشن الى الفورورد، يعني كي بلس ان يو اوف كي، ايش بصير عندي؟ هذا تساوي زي تو ذا ان، هاي القيمه الفورورد في اي اوف زي في السميشن من كي 0 لان ماينس 1 اي اوف كي زي وماينس كي. بنطبقها. الكومبلكس ترانسليشن ايش عندي؟
لو انا بدي اخذ الزي ترانسفورم لاي تو ذا اي كي اي اوف كي ايش بدي اسوي؟ وين بشوف زي بعوض بدالها بزي اي تو ذا ماينس اي في الاصلي هذه، يعني بشوف قيمه اي اوف زي لهذه وين زي بعوض بدالها بزي اي تو ذا ماينس اي. هذه البروبرتي الموجوده عندي، وهي مثلا مثال عندي اي اوف كي بدها تساوي، هاي معطينا اي اوف كي بدها تساوي كي، يعني بدها تساوي رام. طب الاي اوف زي بدها تساوي زي على زي ماينس واحد سكوير. طب لو ضربت الرام باي تو ذا اي كي ايش بسوي؟ وين في زي بحط بدالها زي اي تو ذا ماينس اي، وهي حطيتها هان، حطيتها هان محل الزي اللي عندي. فهذا الشكل تبعه، بعد ضربت النومريتر والدينومينيتر بزي بزي سكويرد فاعطتني القيمه الموجوده عندي. هان هذه عباره عن تنظيم، بس هذا بقول لك كيف بدك تستخدم هذه البروبرتي. طب الانيشال فاليو ثيرم، وهذه مهمه، والفاينل فاليو ثيرم. لو انا بدي اعرف ايش القيمه ات زيرو، القيمه ات زيرو بدها تساوي عاده اللي عندي هان ايش الليمت لما زي جوز تو انفينيتي اي اوف زي، هذه بنسميها الانيشال فاليو ثيرم. طب الفاينل فاليو ثيرم ايش معناتها؟ انا لما ان جوز تو انفينيتي اوف اي اوف ان ايش بتساوي؟ بدها تساوي الليمت لما زي جوز تو واحد في الزي ماينس واحد في الاي اوف زي. وهذه اللي بنطلع عليها، هي عباره عن بدك تطلع عليهن التيبلز اللي قلت لك في الكتاب، مهمات بتطورهن، اللي هي تيبل 2.2 و 2.3، عندك هذول لازم يكونوا موجودات. بس هذه فكره، الفكره اللي عندي الان. انا بقول لك عاده، يمكن انتم في ماده في ماده كالكولاس سي او في ماده الانجينيرنج مات بتغطوا هذه الشغلات البروفز والغيره. انا هنا ايش بقول لك؟ بقول لك بدي اياك تعرفه، بديش اياك تشتغل على الديفينيشن، بدي اياك تشتغل على التيبلز. يعني احنا كهندسه مشهورين في حاجه واحده، ايش هي؟ احنا وي لايك تو ابلاي ثيوري، وي دونت لايك تو بروف ات. فتبعين الرياضات الفرق عنا هم دي لاف بروف ات، دي دونت لايك تو ابلاي ات. فاحنا هذا فانا قاعد بقول لك من هذه ايش اللي بدنا اياك تعمله. واضحة هذه الفكرة هان؟ طيب الآن في عندنا فايندنج الزي ترانسفورم. لو عندي هاي عندي سيستم وتطلع على هان، هاي عالم في الكونتينوس، طلع الأوردر هان قديش؟ 2 وهنا 3، هذا طبيعي في عالم الكونتينوس. دائما في أغلب الأحيان الأوردر تبع النومريتر حتلاقيه أقل من الأوردر تبع الدينومينيتر عكس الديسكريت. الان لو عملت بارشل فراكشن اكسبانشن، وهذا في الماتلاب نستخدم الكوماند ريزيديو. ريزيديو هو بيعمل لي بارشل فراكشن. الان هذه انا عملتهم، ايش صار عندي؟ طلع الثلاث قيم اللي عندي هان. الان هذه عباره عن ستيب، هاي القيمه اللي برا الستيب، قلنا الواحد عن اس بيساوي زي على زي ماينس واحد. هذا عندي بول ات 2، ايش بدي اساوي؟ زي على زي ماينس اي تو ذا ماينس تي. هذه البول عندي ات ماينس 4، يعني هذا ماينس 2 وهذا ماينس 4، ايش بدي اساوي؟ زي على زي ماينس اي تو ذا ماينس 4 تي. الان لو قلنا تي بتساوي بوينت 1 بيطلع هذه لها قيم محدده، وبعد بجمعها على عندي بتطلع هذه القيمه. القيمه الموجوده عندي تطلع في عالم الديسكريت ايش طلع؟ الاوردر للنومريتر بيساوي الاوردر للدينومينيتر، هذا الطبيعي اللي حتشوفه. الاوردر للنومريتر بيساوي الاوردر للدينومينيتر. هذا الماتلاب كود جربه وشوف ايش بيطلع عندك. هاي انا بدي اياك تجرب الماتلاب يعني الاصل المحاضر هاي اقول لك ايش يعني. لو انتم مطلعين هذا اللي انا بدي اياه منكم الاسابيع القادمه ايش نعمل؟ نيجي للشغل تبعنا هاد، انا اطلع انت تطلع على المحاضرات، ونيجي هنا نقول لك بدنا نطبق ماتلاب، واي سؤال انا برد عليه، مش بقعد اعيد الشرح تاني. كويس هيك؟ هذا اللي حنعمله في المستقبل. يعني انا اقول لك افتح جهازك وشغل الماتلاب ويلا طبق معي، يعني اعمل شيرنج للسكرين تبع الماتلاب تبعي وانت بتشتغل معي نفس الطريقه. فهيك بتصير انت بتطبق وعارف ايش بتطبق. مش ما قبلها بقول اذا في حدا له اي استفسار على اي جزئيه في الشرح انا جاهز وبقعد معكم
أجاوب على الأسئلة. بس اليوم إحنا قاعدين بنمشي عشان أول لقاء مشروع يعني خلينا نحكي، وبعض منكم كان له استفسار إحنا وين الآن. طيب الصليوشن للديفرنس إكويجن، وهذه هنا بنبدأ يعني قبل شوية الزي ترانسفورم والإنفرس زي ترانسفورم، هدول حاجات الأصل مرت عليكم في السيجنالز والسيستمز يعني مش جديدة. الآن الصليوشن للديفرنس إكويجن هنا بنبدأ الشغل تبعنا الجديد. لو عندي الديفرنس إكويجن التالية M of K بدها تساوي E of K minus E of K minus 1 minus M of K minus 1، وعندي لك قيم K أكبر أو بتساوي 0، والـ E of K عندي بتساوي 1 لما تكون K even وبتساوي 0 لما K بتساوي odd، والـ initial condition اللي عند المعطاة E of minus 1 و M minus 1 بدها تساوي إيش 0. فأنا solution إيش باجي لك K هذا باخذ قيم من 0 1 2 3 4 وبشوف إيش اللي حاصلها. الآن at 0 الكي هنا صارت اي اوف 0 هنا اي ماينس 1 وام ماينس 1، الام اوف ماينس 1 بتساوي 0 والاي اوف ماينس 1 0، والاي اوف 0 هذه ايفن بتاخذ 1 فالقيمه صارت ايش بتساوي 1. نيجي عند 1 الاي اوف 1 القيمه تبعتها لانها اد بتساوي 0، طب الاي اوف 0 القيمه تبعتها هذه ايفن بتساوي 1، والام اوف 0 انا حسبتها في الخطوه الثانيه بتساوي ايش 1، فصار عندي ناقص 1 وناقص 1 اعطتني الناقص 2. الان لام بتساوي 2 ايش بصير عندي؟ اي اوف 2 هذه ايفن بتساوي 1، اي اوف 0 اوف 1 هذه اد بتساوي 0، وام اوف 1 وهذا حسبتها في الخطوه اللي قبل بتساوي ايش؟ ماينس 2، فهذه مجموعها بتساوي 3، وهكذا اللي عندي بلاحظ هنا بتساوي ات ام بتساوي 3 بتساوي ناقص 4، الام بتساوي 4 تطلع عندي 5. ايش بلاحظ هنا؟ في حالة الـ odd index الإشارة عندي بالسالب، فمعناته هذا لو بدي أجيب الـ E of K وهذا بدأ لازم أحط بدل الـ N هنا، يا بدي أجيب هذه أكتبها N يا هذا بدي أجيبها أكتبها K K هاد. إيش اللي عندي هاد؟ بدها تساوي سالب 1 to the K هذه، لأنه هنا بتكلم K مش بتكلم N. طب الرقم اللي عندي هاد إيش بطلع؟ لما N كانت عندي أو K بتساوي 0 لقيت هذا الرقم زايد على زيرو ايش؟ 1. طب لما كانت واحد لقيت حاطط كمان 1 عندها، 1 زائد 1 2، هنا 2 زائد 1 3، هنا 3 زائد 1 4، 4 يعني ايش هنا؟ k بلس 1. فالكلوز فورم للسوليوشن عندي m اوف k بدي يساوي ماينس 1 تدا k k بلس 1. الان هذا اللي وصلت له للاستنتاج هذا بنسميه استنتاج يعني بشكل عام انا وصلت له بديهتي، يعني هذا ايش كان واضح وقدرت اقدر استنتجه. هذا اللي بنحكيه عنه مش دائما بكون واضح، احيانا بقدرش اصل لهيك بس بقدر اجيب القيم الموجوده زي هيك. هذه الطريقه بسميها الايتريتيف ميثود. في الايتريتيف ميثود أنا قدرت أجيب أول مثلا أربع قيم أو خمس قيم للإم أوف كي، وبقدر أجيب اللي بعدها واللي بعدها يعني ها. فالإتريتف ميثود بتعطيني القيم اللي هي الكوفيشنت تبعت إم أوف كي لسيرتين إندسيز كويس. الآن الطريقة الثانية اللي ممكن نستخدمها باستخدام الزي ترانسفورم، وهذه المعهودة الأكثر واللي احنا بنستخدمها. ايش صار عندي؟ الـ M of K بدها تساوي M الـ E of K لهان. الآن بدي استخدم البروبرتي تبعت الـ Z transform. هذه الـ M of K هي عبارة عن M of Z لما ناخذ الـ Z transform، وهذه الـ E of K اللي هي E of Z. طب هذه عندي delay 1 unit بدها تساوي Z minus 1 E of Z، وهذه delay 1 unit بدها تساوي سالب Z minus 1 M of Z. الآن الـ M's بنجيبهم جنب بعض والزيز بنجيبهم والايز بنجيبهم جنب بعض، بيصير عندي 1 ماينس زي انفرس في هذه الشقه، وهنا 1 بلس زي انفرس في هذه الشقه، يبقى ام بدها تساوي الزي ماينس 1 على الزي زائد 1 عندي. طب الاي اوف زي هذا ايش بتساوي؟ انت بتتذكروا هذا الايفن معناته ايش عندي؟ الاي اوف زي بدها تساوي 1 زائد زي ماينس 2 زائد زي ماينس 4 زائد زي ماينس 6 زائد زي ماينس 8. طب لو هذه الزي قلت عندي السكويرد هاد بدي اسميها اكس، بصير عندي 1 زائد اكس زائد اكس سكوير زائد اكس
كيوب يعني هذا بقدر اعملها ايش ابروكسيميشن. الابروكسيميشن اللي عندي بدها تساوي ايش زي ما حكيتها قبل شويه في الايدنتيتي تبعت المات، بدها تساوي 1 على 1 ماينس الاكس، والاكس عندي زي ماينس 2، يعني او بعباره ثانيه صارت اللي عندي هاد زي على زي سكويرد على زي سكويرد ماينس 1. الزي سكويرد ماينس 1 بقدر اعملها ايش اللي هي حطيتها هذه، وهنا ضربت بالزي سكويرد النوميريتر والدينوميريتر صارت زي سكويرد على زي سكويرد ماينس 1، وهي حللتها صارت زي ماينس 1 زائد زي بلس 1. لما نحطهم ايش بدي يصير عندي؟ الزي ماينس 1 حتلغي هاي، حيصير عندي انا الام اوف زي بدها تساوي زي سكويرد على زي ماينس زي بلس 1 سكويرد، والزي بلس 1 سكويرد لو عملت لها اكسبانشن بتساوي زي سكويرد بلس 2 زي بلس 1. الان هذه ام اوف زي. طيب لما بدي اجيب الام اوف كي في عندي ثلاث طرق بقدر استخدم، ايش هو؟ اول واحده بنسميها اللونج ديفيجن، كويس. واللونج ديفيجن اللي هي الطريقه هاي، باجي بعمل يعني القالب تبع القسمه، وهنا بحط الزي سكويرد وهنا زي سكويرد بلس 2 زي بلس 1، وباجي بقول ايش اللي بدي اضربه في هاي عشان يعطيني زي سكويرد، بدي اضرب 1، فباخذ 1 هنا بصير عندي ايش هنا بضرب بصير عندي تحت زي سكويرد بلس 2 زي بلس ايش 1. الان بغير الاشارات وبايش وبشطب اول قيمه، بدي يصير عندي ايش بعد هيك ماينس 2 زي. طب ايش بدي اضربه في هاي عشان يعطيني ماينس 2 زي؟ بدي اضرب ماينس 2 زي انفرس، وبكمل هاي وبتحصل عندي. فلاحظ هذا القيمه اللي هي ايش m of 0، هذا القيمة m of 1، هذا القيمة m of 2، هذا القيمة m of 3 زي ما انتم شفتوا فوق. هذا باستخدام اللونج ديفيجن. في طريقة تانية اللي هي زي ما حكيناها باستخدام الكمبلكس انفيرجن فورمولا، وهذا يعني بنفرجيكم اياها، بس هذا من الطرق اللي انقرضت نوعا ما، يعني اللي ضلت هذه اللونج ديفيجن لبسطتها الثانيه بدي اجيب اندسز، وفي معادلات بفرجيكم اياها المحاضره الجايه. والطريقه الثالثه باستخدام التيبل تبعات الزي ترانسفورم، وهي المعتمده عندنا، يعني احنا في المساق حنستخدم التيبلز ككل، وهذا اللي بنعيدها. الان وضحت ايش اللي احنا بنقدر نعمله فيها. هيك بنبقى احنا غطينا تقريبا كل المحاضرات اللي اعطيناها اياكم هذا الاسبوع، لا نغطيها في الاسبوع الثاني. الان ايش مطلوب منك تعرف؟ مطلوب منك تراجع استخدامك للزي ترانسفورم والانفيرس تبع الزي ترانسفورم كيف بدي اجيبها. الحاجات اللي حكيتها هنا الها دخل بس بالزي ترانسفورم، وكيف نجيبها وكيف نحل الديفرنس equation ككل يعني في هذا المجال. وضحت الصورة؟ هذا الجزئية المهمة اللي احنا شرحناها خلال هذا الاسبوع. فان شاء الله هيك بنبقى غطينا الاسبوع، يمكن احط لكم بعد يعني اليوم او بكرة، خليها الخميس، بحط لكم الخميس بعض المسائل تحلوها من الكتاب على اساس تسووا عليها، والاسبوع الجاي بيبقى لكم كويز على الزي ترانسفورم. بس هاي الفكره عندي انه انا بدي اتعود كيف استخدم الزي ترانسفورم. انت اخذتوها هذه بالسيجنال والسيستمز، وحتاخذوها بالدي اس بي، وهيكم بتاخذوها هان، يعني في تقاطع حتلاحظ عندنا بين الديجيتال كوميونيكيشن والدي اس بي والديجيتال كنترول، في كونسبت بتمشي معنا في كل مكان. الآن يمكن لاحقا حنتكلم على السامبلينج ثيرام والسامبلينج تايم كيف بنختاره، وفي حاجات بنسميها من ضمن الشغلات اللي بنسميها في نظرية الايش الاليسنج، يمكن مرت عليكم، او اليازنج. هذه ايش هي؟ انا لو عندي ديجيتال سيجنال بدي اعملها ريكونستراكشن لا انالوج. طب ايش مسموح لي اعملها ريكونستراكشن؟ في حاجه يسموها شانن او نايكوست كرايتيريا، بتقول عندي الديجيتال فريكوانسي ماست بي توايس الهايست فريكوانسي للسيستم، وهذا بنفرجيكم لما نمر عليها لاحقا ايش بنعني وايش بنسوي فيها.
وضحت الأمور؟ بشار إيش أخبارك؟ محمد هاشم. تمام دكتور، معاك. وصلت الصورة الحين؟ وصلت الصورة؟ يعطيك العافية. الله يعافيكم. في لكم أي استفسار عليها؟ لا إن شاء الله الأمور كلها واضحة بإذن الله. يعني الفكرة هذا اللي عملتها إنه يعني بس هذا مش هعيد زي هيك، إيش الأصل تبقوا متفرجين على الفيديو وباجي هان بنقول لكم افتح زي ما حكينا افتحوا الماتلاب تبعك عشان نعمل سيميليشن لبعض الشغلات، لو في أي استفسارات الأصل أجاوب عليها عندك، يعني بيبقى عندك يعني الشرح هذا أنا مرة مش هيكون. لا ما هو الأصل أنا بعيدش، يعني إحنا بنعيد حالنا قاعدين. ايوه لا خلص هو يكون مشروع يعني. يعني يلا كتر يعني كتر الله خيرك يا دكتور. الشرحات موجود في الفيديو بهذه الطريقه، وان شاء الله تمام يعني تمام. بنبسط الامور شويه اكثر في الفيديو يعني باذن الله دكتور. اي استفسار لكم ان شاء الله تخجلوش يا شباب، افتحوا المايكات اللي عنده استفسار يا جماعه. الأمور هي بسيطة يعني، لحتى الآن من يعني مادة الديجيتال كنترول أمورها أبسط كثير من مادة زي ما شفتوا قبل الديجيتال إلكترونيكس. التريكس فيها بسيطة، ومش يعني إذا أنت بتفهم من عندي هان وبتضلك ماشي على اللي بنحكيه تتغلبش إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إذا هيك خلصنا يعني إن شاء الله بنتقابل، بكمل معكم في تشابتر 2 وبنتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الأحد. كويس؟ كويس إن شاء الله. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. مع السلامة. مع السلامة. الله خير.